تميز هذا المعرض لهذا العام رغم أنه أصغر حجما من الأعوام الماضية بتقنيات جديدة اللي هي الكلاودينج سيرفيسز، وكذلك اطلعنا على تجارب شركات جديدة رائدة دخلت في تقنيات الفيديو وتقنيات ما يسمى بسويتشينج والتريمينج سيستم. وأنا صراحة استفدت من هي الكلاودينج بحيث أني أقدر أعمل مكتبة رقمية على الإنترنت بدون الحاجة أن تكون في جهازي أو أجهزتنا في الشركة، وسهولة نقل الأفلام من مني إلى شركات أخرى إلى تلفزيونات أخرى وهكذا. يعرض كابسات منصة هامة للتعريف بتقنيات البث والمحتوى والتكنولوجيا التي تساهم في تطوير هذا المجال. إيزي بروسكاست شركة فرنسية مختصة في البث والمحتوى عبر الانترنت تشارك في كابسات لإيصال هذه التكنولوجيا إلى كل الشركات وإذاعات المنطقة.